بل عندنا روايات أن الأئمة ربما رجعوا إلى الأطباء. قصة استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعد أن أصيب بسيف بن ملجم، جاءوا له بطبيب وهو أثير السكوني، أثير بن عمرو السكوني، وهذا نسمعه احنا في المناسبة. فالأئمة كانوا يأمرون الناس بالرجوع إلى المختصين، وما كانوا بديلاً عن الأطباء. النبي صلى الله عليه وسلم موجود والأئمة موجودين، بس المريض يقول له راجع الأطباء، ما يقروا له على الماي، ما يهفوا في وجهه، ما يكتبوا له محو. ما أدري أدركتوا بعض الأمراض، يكتبوا محو بماي الزعفران في صحن ويشرب الماي، وإنما كانوا يأمرون الناس بالرجوع إلى الأطباء، إلى المتخصصين.